رانا هنايا في مطعم الشاف نوكلوا في الوجبات 400 500 ورانا جونا من تاع الكوبا ومن تاع مرض السرطان ومن تاع عسكر وعساسه والتوارق راهم جونا ورانا نوكلوا في 400 500 وراي انا مليون صلى عليه وانا راني هنايا عندي 8 سنوات في المطعم هذا وين راني اضافه راني نخدم نجيب الخضره كل عندي هنا والناس تتغرب باش يجي رمضان يفطر مع الاولاد انا عندي 8 سنوات ما نفطرش نهار مع الاولاد نجي من ساعتين ونروح من ساعتين الخضره نجيب الخضره ومن بعد من ساعتين في المطبخ حتى نسلم نروح مع العشاء. السلام عليكم، صحة رمضانكم. المناسبة هذه سنة 10 سنين للتوالي، وهذه مبادرة الحمد لله فضل ربي وفضل أهل المحسنين وفضل الأخ وصديقي حسين منصور صاحب مطعم الشاف. هذه مبادرة بديناها في عندي مدة 10 سنين من 2013 إلى يومنا هذا بدون انقطاع. ديما نقولوا الحمد لله فضل ربي وفضل أهل الخير المحسنين. والله الاحسن هذه قعدنا هكا انا وصاحبي قبل رمضان قبل ما يقفل المطعم، كانت مناسبه تاع رمضان باش يقفل المطعم، وقعدت انا وياه قلت له صاحبي واش راح دير في رمضان؟ قال لي ما واش راح ندير؟ قلت له واش رايك نبادروا نديروا ان مطعم افطار صايم؟ كانت يعني كتجربه، ومن ثم استمرت هو وافق والحمد لله استمرت لمده 10 سنين على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله صيامكم وقيامكم. على فكره هذه السنه العاشره على التوالي في مطعم افطار عبي للسبيل. الحمد لله المطعم هذا ويني جاي في بلاصه استراتيجيه، حدا وين؟ حدا المؤسسات معناها الاستشفائيه، حدا مصحات، حدا الاطباء، معناها الناس تجي هنا تداوي من كل بلاصه، من تمرسس، من اليزي، من اضرار، من معناها ولاقيين الحمد لله البلاصه هذه وني في رمضان، الناس كلها تجمع هنايا وتفطر عندنا. انا من تونس. مرحبا بكم ويرحم والديكم وبارك الله فيكم على الضيافه الكريمه اللي ضيفتونا بها، وان شاء الله تلقوا في ميزان حسناتكم. الله يبارك الله فيكم، هذه مبادره طيبه من اهل واد سوف، ونورمالمون على ما قالوا لي الناس هنايا، انا باش نعطيك واحد الفكره باش تعرف انا مغربي ماشي جزائري، وهذه المبادره شفناها الصراحه الله اغلبيه الناس قالوا لي 58 ولايه كيديروا هذه المبادره الطيبه. نتمناو من الناس المساهمين الناس المحسنين يزيدوا يدعموا هاد الناس هادو، يستاهلوا الدعم. وشكرا لاي واحد كيسهر على هاد افطار الصائم هذا، اجركم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. احنا من طام الراس جينا هنا، بارك الله فيكم يعطيكم الصحة على الميدان تاع رمضان، ربي يحفظكم. حاجة ما شاء الله ما شاء الله، كيش غرانا في الدار هنا ما شاء الله، فطرنا فطور ما شاء الله، ربي يحفظكم ربي يعطيكم الصحة. دوس اي تريس رمضان كريم صاحب توركو.